في إطار استعدادات الدولة لانطلاق ماراثون امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي في المواد المضافة للمجموع والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية، أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم تأخر دخول الطلاب إلى اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش. كما وجهت وزارة التربية والتعليم بعدم تأخير تسلم الطلاب أوراق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة 9 صباحا، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكترونية وتسليمها للجهات المعنية. كما جددت الوزارة التأكيد على تنفيذ جميع إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية. هذا وطالبت الوزارة الطلاب بالالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.